ندوزو غنعطيكم دابا بغرير معمر. واخا القياس ديال البغرير غير هو باش يجي حلو كاين واحد المقيله ديال 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 الطيفه صغيورين واحد الحجم صغير. دونك عندنا في بغرير عندنا فيه ثلاثه الكيسان ديال العنبه ديال السميده الرقيقه وعندنا كاس ونص ديال الفورس وعندنا معلقه صغيره ديال سنيده وعندنا شويه ديال الفاني وعندنا اربعه ديال الخمارات وعندنا خميره معجونه وسد الكيسان ديال الماء دافي وشويه ديال قريصه ديال الملح. يعني غير الطريقه ديال البغرير جميع السيدات تيديروه. دونك يعني ملي غيطيب داك البغرير غيجي صغيور غنكونو حنا محضرين واحد الحاجه. واخا سمحت انا نعاودو المقادير ديال البغرير. ثلاثة ديال الكيسان ديال العنبه ديال السميده الرقيقه وعندنا كاس ونص ديال الفوس وعندنا اربعه الخمارات ومعلقه صغيره ديال سنيده وشويه ديال الفاني وعندنا خميره معجونه وستاد الكيسان ديال الماء دافي وشويه ديال الملحه. ياك دونك عندنا الحشو عندنا فيه علبه ديال اي جبن طري او ممكن نستعملوا الجبن البلدي هي ما يكونش مالح وتنديروا واحد الخليط ديال المكسرات يعني كاكاع مشماش اللوز كلشي يكون محمر ومنزل عندنا ومعلقه ديال العسل. تنخلطوا هذا الجبن من هذا الخليط هذا كامل وتنشدوا داك البغرير ديالنا وتنحطوا فيه حشو الوسط ونسدوا عليه بحال بزيطم. يعني هذا البغرير هذا خصو يتعمر هو طري اييه ماشي بحال دابا نصوبوا اليوم ونقول غادي نعمروا حتى الغدا بحال هو باقي مازال دافي شويه يعني باقي لا ماشي دافي يعني كتتسالي الكميه ديالك كامله وديك الساعه تنوض يعني تحشي السيده وتشد عليه ديك مثلا نديرولو بحال بزطام دغيا كيتبعك يعني دغيا كتبقى ديك العجينه تتعطيك الطون. دونك تنقليوهم في الزيت مثلا نقليوهم في الزيت اما يديروا القطر اللي كنت عطيتهم مع البسبوسه او يديروا اي عسل عندهم غير في رمضان تيكون العسل موجود عند كل واخا ومن يسالي ويضغطوا عليه شويه ديال اللوز او زنجلان محمر هادو غتيجيو رائع. اييه فعلا لا يعطيك الصحه هذا غادي نكتفيو بهذا القدر من الاقتراحات لانه للاسف ما بقاش لنا الوقت وغادي نكملوا معك غدا ان شاء الله. ان شاء الله اللي بقى نعطي لهم غدا ان شاء الله باذن الله. شكرا لك بزاف ندى ام دريس مشكوره جدا.